من العلمة نعود إلى سطيف، ونعود إلى وفاق سطيف. وفاق سطيف الذي قرر التنقل إلى تونس الشقيقة قصد إقامة معسكره التدريبي، لكن هذه الرحلة تأجلت إلى وقت لاحق، وقد تتنقل التشكيلة هذا الأحد بحول الله إلى تونس. انضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة رئيس نادي وفاق سطيف السيد حسن حمار. سيد حسن حمار صباح الخير. صباح الخير أخ نبيل، صباح الخير كل مستمعي ذات الإذاعة. سيد حسن حمار، لماذا تأجلت الرحلة إلى تونس وكان من المفروض أنها تكون تقريبا يعني عندها حوالي أسبوع يعني؟ السبب بسيط أخ نبيل، لأن اللاعبين كامل في المنتخب الوطني، حتى اللاعبين اللي انتدبناهم فيهم لاعبين دوليين، دونك لازم لهم فترات تاع باش يروبوزيو، وما يخفاش عليك باللي المنتخب الوطني المحلي والله كان في معسكر تدريبي، وحتى النهايه تاع ماي وبدايه جمال، دونك سي بارابور سا اللي ولا الطاقم الفني طلب باش التدريبات تبدا هنا بالعناصر الموجوده، ويوم الاحد ان شاء الله سوف تتلقى المجموعه كافه باش هكذا يكون التحضير اللاعبين الكل يكون عندهم نفس المده تاع التحضير. هل التحقت تشكيله يعني مكتمله يعني باش تروح ام منقوصه من بعض العناصر؟ مازال شوف التشكيله 70% ولا 80% متواجده، زاد التحق اللاعب زي اوندو البارح، اللاعب البيطاني الكابوني التحق، دونك وفيها اللاعبين توانا اللي في المنتخب المحلي اللي يلتحقوا يوم الاحد مباشره بالطائرات ان شاء الله. نعم سيد حسن حمار، لنا بعض الاسئله نستفسر يعني تناولتها وسائل الاعلام وغيرها، ابرزها مساعد المدرب خير الدين مضوي، علمنا ان له اتصالات من طرف نادي سعودي رفقه المدرب السيد نور الدين زكري، وله رغبه في تغيير الاجواء. لا شوف هو صح عنده اتصال، كان المدرب الاسبق سي زكري اللي نحيوه بالمناسبه، مضى عقد مع الفريق السعودي وطلب خدمات مضوي باش يكون معاه مساعد، تكلمنا مع مضوي ومضوي بصفه رسميه باقي في الوفاق. نعم، اذا السيد خير الدين مضوي يبقى في الوفاق. يبقى في الوفاق هو وطاقم الفني تاعنا. ذكرت لي انه اللاعب الافريقي لاعب بيطام زيوندو هذا وصل هنا للسطيف رفض التشكيله. وصل للسطيف، واليوم الذهب الصباح هذا الذهب مع التشكيله ان شاء الله، ويتنقل مع المجموعه يوم الاحد ان شاء الله الكاس. بالنسبه للاعب العقبي هل تم الفصل في قضيته ام لا؟ شو الاخ نبيل والله يعني هذا النقطه هذه بالذات للناس القيل والقال كثر بزاف، ونظن باللي اداره وفاق سطيف هي اللي عندها الحق باش تتكلم عن اللاعب، مناصره محترمه ومناصره تاع الوفاق اللي سافه وتنقل وشجع الوفاق نحترمه، لكن ما عندوش دخل في القرار تاع الطاقم الفني ولا الاداره، لانه الطاقم الفني داه قائمه اسميه باللاعبين اللي ما يرغبش الوفاق باش يكونوا معاه السنه هذا بما فيها العقبي، اللاعب بالقايد معمري تيولي بالخوجه فيه قائمه اسميه، يايا العدوي الحاج يعني قائمه تاع 9 لاعبين ولا نظن باللي الناس برك تتكلم غير على العقبي، كلام هذا ما نظن باللي ما عندهمش حق باش يتكلموا، الطاقم الفني هو المسؤول الاول، اليوم المدرب اليوم يلتحق بسطيف ان شاء الله عندنا اجتماع ومصلحه تاع الوفاق تفوت قبل كل الناس، ولعاد الطاقم الفني ناكد باللي اللاعب العقبي ما يكونش الوفاق، انا نقول ما يكون تونس طلب وقال لك لازم يكون، ما عندناش اشكال ديالو. نعم اذا قضيه العقبي اللاعب العقبي الطاقم الفني يرغب في الاستغناء عنه، وعلمنا ان الاداره ترغب في ابقائه يعني. لا احنا ما قلنا لا يبقى لا ما يبقاش، احنا هذا طاقم هذه لا ديسيزيون هذه من صلاحيه الطاقم الفني، احنا ما عندناش دخل فيها، هو ضعف برقيه مسيني فيها هو ومضي وباصمين ودزها في اللابوراتوار تاعي وشفتها وتكلمنا مع الاداره وإحنا ما بلغناش. طيب حسان اذا سمحت لي إذا سمحت لي سي حسان، أنت رئيس النادي وأنت كذلك خبير في كرة القدم ولك تجربة وتعرف اللعب المليح واللعب اللي مش مليح، نفهم من هذا أنكم أعطيتم صك على مضيتوه على بياض للمدرب في لود هذا يعني يعمل كما شاء يعني، هل لكم رأي يعني؟ لا
شوف الاخ نبيل، احنا ماشي عنده يدير واش يحب الفريق. لا احنا عندنا في الاداره، ما نقولش انا اداره في فريق سطيف ممثله في الشخص تاعها، انا عنده هو دور كاع مي اون با دو دي سانجيري دون لي زافير تكنيك. دوك اللاعب اليوم في الاجتماع نطرقوا لقضيه اللاعب العقبي، والتفسير تاعها تكون على المباشره من عند المدرب. لكن التفسير تاعو اللي من تفسيرات منطقيه ومعقوله لا ما يكونش الوفاق، ولا التفسيرات تاعو ماهيش مبنيه على اساس يعني تقني محض وامور اخرى، هنا يكون عندنا رد هنا وكساو نلقاو حل للعب العقدي. نعم. سؤال اخير سيد حسن حمار، يبدو ان قضيه عوديه التي تناولتها لجنه المنازعات تابعه للاتحاد الجزائري لكره القدم اعطت الحق للاعب عوديه حسب ما تنقلته مختلف من المواقع الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي. هل لنا أن نعرف المعلومات اللي عندكم؟ 90% عوديه امضى رسميا لنادي الماني، وكذلك له حقوق عليكم. شوف اعطي لك معلومه مصدر هو الصح اللي تناقلوا الكلام هذا القيل والقال، هذا لا اساس له من الصحه. لجنة المنازعات على مستوى الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم ثبتنا وقدمنا احنا ديجا لو دوسي دزيناه لكوميسيون دي ليتيج، ورايحين احد هذا ما كان فيها حتى الدوسي لا يفيد وهنا والو، هذه كل معلومات خاطئه اللي يتم تناولها وسائل الاعلام. دونك يوم الاحد على الساعه الثانيه زوالا رايح يتنقل الامين المال يعني للدي اف سي تاع الكلاب والمحامي تاع الفريق بالوثائق بالدوسي، اون فورميلي ان دوسي صحيح فيسلي من جميع الجوانب، اللاعب متقاضى كل الاموال تاعو، يستمعوا لنا وبالوثائق وكل شيء ونجيبوا حق النادي. احنا اللاعب انا قلتها ونعاودها، اللاعب غير مرغوب فيه في وفاق سطيف واحده، ثانيا حق النادي ما تنازلوش عليه، والناس اللي تحب تغيظ هالحال على اللاعب هذا ويقولوا اللاعب عوديه ما عليهم غير يجيبوا الاموال للنادي، هذا ما نقدر نقول. احنا حق النادي ما تنازلوش. طيب طيب اذا انت تفند هذه الاخبار اللي نقلتها المواقع الالكترونيه على اساس انه تم الفصل في قضيته وسيعلن عنها عن القرار يوم الاحد. لا القرار انا قلت لك تلاقينا وعيطوا لنا برقيه، ويوم الاحد انا نقول لك على الساعه الثانيه بالمقر تاع لا كوميسيون دي ليتيس اونيفو دو لا فيدراسيون جيرون دو فوتبول يكون اجتماع ويكون فيها لافوكا تاع الكلوب تاع النادي تاعنا. اذا القرار والتويزور جينيرال يكونوا بالمرفوقين باللو دوسي وثم نجيبوا حق النادي ما فيها طيب. مشكل. طيب سامحني فقط ما فهمتكش سي حسن، يوم الاحد القضيه فصلوا فيها ولا مازال بعد؟ لا مازال يوم الاحد يستمعوا للطرفين، يستمعوا لينا احنا وللاعب وبالوثائق وكل شيء، ومن بعد باش يكون الفصل. نعم سيد حسن حمار شكرا لك.